السلام عليكم، انا شيماء عبد النبي حسن، اخت كابتن احمد عبد النبي او دكتور كيكي رحمه الله عليه. هو مؤسس رياضه السكيت هنا في اسوان والدراجات كمان. النهارده تاني مره ننزل از سكيترز في العيد. العيد اللي فات، عيد الفطر اللي فات، كان اول عيد لي، وهي عاده من عادته ان هو بيحب يفرح الناس، فاحنا حابين نكمل المسيره دي. والنهارده حبينا نفرح الناس بان احنا نوزع عدايا ونوزع حلويات ومصاصات و بالختم بتاعه كيكي. الحقيقه ان الفضل يرجع لي في كل الشباب اللي انتوا شايفينهم حاليا، كل اي سكيتر بيلعب في اسوان، فالفضل يرجع لي. الف رحمه ونور عليه يا رب. نتمنى منكم الدعوات لي، ونتمنى اللعبه تلاقي رواج كبير اكبر من كده، ونلاقي اماكن اكتر ومساحات اكبر ان احنا نلعب فيها اللعبه. وبنتمنى دايما اسوان تكون رقم واحد، زي ما اطلق عليه شعب اسوان سفير الرياضه في اسوان. بنتمنى ان اللقب ده يدوم، وان رياضات كتير تنتشر على حسه، زي الكياك ما انتشر على حسه برضو، والعجل والسكيت. شكرا.